كيف أتصرف إذا كنت أصلي ركعتين ثم لصلاة المغرب وجاء شخص يصلي خلفي وأصبح مأموما معتقدا أنني أصلي الفرض؟ ممكن أصبح يصلي إلى جنبه يعني لا يمكن يصلي خلفه وهو منفرد. هكذا كتب؟ نعم. معنى أنه يقصد إلى جانبه. نعم. الأصل في هذا أنه لا مانع يقصد المنفرد أن يتمثل بفعل معاذ رضي الله عنه عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم تفرغا ثم يخرج يصلي بقومه وله نافله ولهم سنه. دل هذا على صحه اقتداء المفترض بالمتنفل. اما هذا الذي جاء وانت تصلي نافله قبل المغرب وصلى خلفك وظنك تصلي المغرب فهذا يعتبر خطا منه، ولو انه اكمل صلى معك واكمل الصلاه فاذا سلمت قام واتى ببقيه الصلاه صحت صلاته. ولكن هذا فيه انه صلى قبل اقامه الجماعه في المسجد، وكان الاولى به ان يصلي مع الجماعه، فهذا يعني فعله هذا نفع من ناحيه انه لا فريضه وان تصلي نافله، ولكنه اخطا في كونه صلى قبل ان تصلى الجماعه، وربما يظن الناس قد صلوا ويكون هذا عذرا له في ذلك. اما صلاته بحد ذاتها فلا يصح. جزاك الله خيرا. اذا تصرف عفونا هذا كيف يجب ان يكون؟ الذي هو الامام. الامام لا يتصرف في صلاته، الامام يستمر في صلاته، انما الكلام مع ذلك الرجل الذي جاء ودخل معه. جزاك الله خيرا.